بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعاً. We're still talking about the asset mixtures. Last lecture إحنا خلصنا كيف إحنا how we'll do the volumetric analysis. الجزء الأهم صرنا نعرفه إيش هو الimportance تبع هاي volumetric properties وإيش علاقتها مع asphalt mixture performance. أخذنا الphase diagram، تعرفنا على key factors، خلينا نروح على الwhiteboard. حكينا في عندي some of خلينا نحكي list of quantities أنا interested إنه إحنا نعرفهم. هاي الـ quantities حكينا عنهم هم الـ VTM أو الـ VA أو الـ air voids، حكينا عن الـ VMA الـ VFA الـ effective binder content والـ absorbed binder content. هاي الـ parameters إحنا حكينا we interested نعرفهم. هسا what we learn هسا إيش علاقتهم بالـ performance and why إحنا we will خلينا نحكي interested to obtain هاي الـ parameters. هسا خلينا نفهم شغلة هون، نرجع للصورة هاي اللي إحنا موجودة عنه هون. هسا الـ newly constructed pavement إحنا بعد ما نعملها construction حيكون فيها خلينا نحكي air void content، حنسميه اللي هو الـ VA initial. هسا لما الـ pavement تصير open للترافيك حيصير densification due traffic، فهذا الـ air voids حيقل، فهذا حنسميه اللي هو حيظل يقل حتى at a point معينة، فهذا حنسميه اللي هو الـ VA final. طيب هسا هذا الـ VA final اللي هو الـ final air voids content اللي صار في الـ pavement بعد ما صار densification مع الـ traffic. يعني احنا في densification لما نعملها compaction، نحط الميكس نعملها compaction، وفي densification بعد ما احنا open it to الـ traffic. فاللي هو احنا what we interested فيه اللي هو الـ final اللي هو الـ final اللي هو الفاينل بايندر كونتنت اللي هو الفاينل اللي هو الفاينل اير فويد كونتنت. طيب هسه ايش علاقه الاير فويدز هذا باللي هو الديستريسز اللي احنا موجودين عندنا هون؟ بدنا نطلع على هاي الصوره احنا او نشوفهم وندرس فيهم. هسه عن طريق احنا عملنا لابوراتوري تيست لما كنا احنا نعمل طبعا كل البيانات هاي احنا جبناها من ستاديز. يعني مثلا في عندنا لوكيشن معروف نسميه الانكات فيل تكسبشنز، شايفين هذا الانكات، هذا الطريق احنا بنعمله ديفرنت ميكسز بروبرتيز، نعمله ديفرنت ستراكشر لايرز، وحيكون فيه مثلا ترافيك ريال ترافيك تراكس بس بتضلها بتلف على هذا الطريق لعدد معين من الباسز، واحنا ندرس البرفورمانس تبع الاسفلت. هسه بالنسبه للاير فويدز كونتنت اللي هو الفي اي الفاينل، ها اللي هو بعد ما احنا اوبن الترافيك، وات وي فاوند هالتالي، اذا كان هذا الاير فويدز كونتنت اقل من 2%، واحنا هسه احنا فاهمين شو يعني 2%، وجدنا انه حيصير عندي مشاكل اللي هم الراتينج والشوبينج. لما يكون الاير فويدز قليل جدا، يعني مساحات الاير فويدز قليله، فحيصير البيمنت ديفورميشن اكثر، فوجدنا انه هاي البيمنت حتكون معرضه اكثر لعمليه الراتنج، والراتنج اللي هو اللونجيتيودينال ديفورميشن اللي يصير على طول البيمنت سيرفيس. فلما يكون البيمنت الاير فويدز قليله ما بيكون فيها خلينا نحكي انف سبيس بحيث تصير فيها ديفورميشن، فريزلتت ان اللي هو الراتنج. كمان وات يو فاوند عاده اذا كان الفي اي فاينل هذا above من 5%، حيكون البيفمنت عمليه اللي هو الكراكينج والرافلينج والستريبنج حيصيروا اسرع في البيفمنت سيرفيس، فحيصير عندي هاي الدستريسز الموجودين عندنا اللي هم الكراكينج رافلينج والستريبنج، حيكون هم فانكشن مع اللي هو انكريزد الفي اي فاينل اجين هاي اكثر من 5%. ولذلك بيز على هاي الريزلتس الميكس ديزاين، لما احنا نعمل ديزاين وي تراي انه نعمل ادجستمنت للديزاين اسفل كونتنت بحيث يكون الاير فويدز اراوند اللي هو الفيور برسنتج. هسه ديفرنت ابروتشز هم مين اللي حيحكي اراوند الفور برسنتج، في منهم مثلا بيحكي لك بتوين الثلاثه والخمسه في الميه، الاربعه في الميه، السته في الميه، هسه كلهم اراوند سترينج اللي هو بتوين الاثنين للخمسه في الميه او ثلاثه للخمسه في الميه. الاجين ليش الايديا هاي؟ اذا كان الاير فويدز قليل جدا حيكون عندي راتنج، واذا كان الاير فويدز اعلى من هذا البرسنتج حيكون عندي اللي هو كراك. هسه اجين هذا الاير فويدز ايش بنحكي هون؟ عن اللي هو الفي اي فاينل، فاحنا بنحكي عن الفي اي فاينل اقل من 2% او 5% بعد ما نعملها دنسيفيكيشن للاسفلت للبيمنت ديو اللي هو الترافيك. هسه عشان هيك
في عمليه الميكس ديزاين، لما احنا نعمل ديزاين للميكس احنا ويل ايفالويت هذا الميكس بيرفورمانس او بيز على لما يكون الاير فويس من 3 إلى 5%. لما نعمل احنا ديزاين للميكس من هاي البارامترز حيكون انا عندي، خلينا نحكي هنا بالاضافه للبي بي والبي اس، حيكون في عندي مجموعه منهم انبوتس ومجموعه منهم خلينا نحكي اوتبوتس، او مجموعه منهم كنترول والثانيين ان كنترول. من المجموعه منهم من هاي البارامترز كنترول اللي هو الاير فويس. هسه في حتلاحظوا في كل الميكس ديزاين لما نعملهم ديزاين وي ويل اسيوم او وي ويل ديزاين ذا ميكس تو هاف اير فويس اراوند اللي هو الفير بيرسنتج اور من 3 إلى 5% اير فويس، يعني بحيث ان احنا نضبط هذا اللي هو الاير فويس الموجود عندنا بيكون بتوين هذا الرينج. ليش؟ تو لو اير فويس، تو ماتش لو اير فويس اقل من 2% حيصير عندي راتنج، اكثر من 5% حيصير عندي اكراك. And that's why احنا اخترنا اللي هو الاير فويس، او وي سيلكتد اللي هو اير فويس تو نعمل الكراكينج. اجين جزء حكيت لكم سابقا بالنسبه للانكريزنج في الاير فويس 1% انكريز ابوف هذا الرينج حتقلل السيرفيس لايف تبعت البيرسنت تبعت البيمنت بحدود ال 20%. This is a huge effect. ف that's why احنا انترستد لما نعمل ديزاين للبيمنت ال VFA فايبر. يعني احنا الليمت تبعتنا حتكون وين على ال VFA فايبر او ال VA فاينل. هسه بدنا ندرس ايش، طب الفي اي فاينل بدنا اياها 5%، طب قديش تكون الفي اي انيشال؟ زي ما احنا حكينا هون لما يصير في دنسيفيكيشن حتى تصير هون 4%، خلينا نحكي هاي ال 4%، فهاي الفاليو شو بدي تكون ايش مالها؟ الانيشال هاير تو كومبير حتى نوصل بعد ما اوبن الدنسيفيكيشن تكون للهي الفي اي فاينل. فعاده حتكون الليمت اللي هو 8% around this هذا النمبر، يعني اقل من 8% الفي اي خلال اللي هو الانيشال. ليش؟ لانه احنا بدنا نحسب بعدين انه حيصير الدنسيفيكيشن حيقل الاير فويس ويوصل اللي هو للرينج اللي انا بدي اياه around اللي هو الفور برسنتج. يعني اذا انت عملت هنا مثلا 10% حيكون هنا برضه حتوصل، انت مش حتوصل للرينج الفور، حتوصل مثلا 6 أو 7% اير فويد اللي هو الفي اي فاينل، فحتكون هي الماكسيمم اراوند اللي هو ال 8% از ا ماكسيمم بالنسبه للفي اي انيشال. الفي اي انيشال طيب الاسامبشن تبعنا دائما حيكون وين؟ على الفي اي فاينل. فاحنا فوكس اول واحد فيهم او اول ليميت حتكون اراوند ال 4% حعيد لو اير فويد اقل من 2% اور تو ماتش لو حيكون عندي روتينج وشوفينج، اكثر من 5% حصير عندي هلو كراكينج في البيمنت سيرفس. طيب في حدا عنده اي سؤال لحد هون؟ اي سؤال لحد هون؟ طيب ممتاز. هسه نرجع لهاي مجموعه الانديكيتورز الموجودين هون. هاي الانديكيتورز، هاي الانديكيتورز البي تي ام حكينا من 4%. هسه بالنسبه للبي اس هذا اللي هو البي بايندر والبي اس، الجول تبعي انه انا بدي فاوند اللي هو الشيء حنعرفه بعد شوي نسميه الاوبتيمم بايندر كونتنت. يعني بتقدر تتخيل انه هو هذا البايندر كونتنت اللي حيعطيني افضل بيرفورمانس، او اسيومنج اللي حيعطيني افضل بيرفورمانس. ولذلك دائما انا بيهمني اعرف الريليشن بين هاي البارامترز مع البايندر كونتنت، اذا تغيروا شو بيصير فيهم. طبعا assumption انه other اللي هم الاذر بروبرتيز ثابتين. اذا احنا بنحكي ضمن اللي هو اذا الاير فويدز هذا الثابت، واذا حكينا الاجريجيت الثابته هاي عفوا، طالما الاير الفي اي بتزيد مجموعه البايندر شو بيصير فيها؟ البايندر شو بيصير لها؟ بدها تقل. بتقل بالضبط. ف تحت الاسامبشن ان ايش؟ ان الاجريجيت ثابته. ف which is true، اذا احنا نطلع على الصوره هاي حتعطيني الريليشن بين الاير فويس والبايندر كونتنت از انكريزنج اللي هو الاير فويس، از احنا انكريزنج الاير فويس حتقل عندي اللي هو البايندر كونتنت، او العكس اذا احنا نزيد البايندر كونتنت حتقل الاير فويس، تحت الاسامبشن انه كل الفوليوم اتس كونستنت والاذر ماتيريال از فيكست. هذا اول بارامتر فيهم اللي هو الاير فويس.
هاي الايديا، هذا اللي احنا وجدناه بالفيلد على اساس هيك لما احنا عملنا الديزاين حنثبت اللي هو الاير فويدز بتوين اللي هو الاربعه برسنتج. واحده من الميثود حتحكي لك لا بتوين ثلاثه وخمسه، في منهم يحكي لك لا ستيتد كلير اللي يخليهم اللي هو الفور برسنتج اير فويدز الفي اي. طيب في حد عنده اي سؤال على البي اي؟ طيب هسه بنروح على الاذر بارامترز اللي هو الفي ام اي. هسه بالنسبه للفي ام اي خلينا نرجع نطلع على الصوره هاي الفيز دايجرام هون. حد يذكرني حتى بيتذكر ايش هو علاقه الفي ام اي هون؟ هو فانكشن مع ايش او شو هو الفي ام اي؟ حكينا نتذكر شو هو اللي هو الفوليوم للفايندر والاير اللي هو حكي بالضبط اللي هو حكينا اللي هو الفويس بتوين الحبات الاجريجيت اللي هو احنا والفلت اللي هو الافكتيف بايندر والاير فويس. ها نذكر الفي ام اي الفويس ان مينرال اجريجيت هو عباره عن الفويس الموجودين بتوين حبات الاجريجيت وهذا الاير فويس او هذا الفي ام اي هو فانكشن مع الفيلد او الافكتيف بايندرز اللي هو ديد نوت ابسوربد باي حبات الاجريجيت مع الاير فويس. فبالصوره هاي ساعدنا نعرف ايش هو الفي ام اي. هذا الفي ام اي هو عباره عن فانكشن مع الفي بي اي والفي اي صح؟ ما عملنا شيء جديد احنا، بس احنا راجعنا المعلومات اللي حد هون. طيب الفي اي احنا عملناه قبل شوي هو الافكتيف او الاير فويس كونتنت. الفي بي اي هي عباره عن الفوليوم اللي ايش حكينا؟ هي حكينا عن الفوليوم تبع الافكتيف بايندر اللي هو البايندر ذات وي يوز تو كوت حبات الاجريجيت او البايندر الموجود في هذه الفراغات. طيب الاي دي اللي هون يعني الفي بي اي حنحكي هو فانكشن مع البايندر كونتنت وهذا فانكشن مع الاير فويد كونتنت. طيب جميل، خلينا نربط هاي الشغلات مع الفي ام اي ونشوف شو اهميه الفي ام اي مع البرفورمانس اللي بيصير معانا هون. هسه من الصوره عرفنا ان الفي ام اي لها تو اللي هما تو فاكتورز يا الفي اي يا الفي بي اي هو السميشن لهم صح؟ يعني اذا زادت من الصوره هاي اذا زادت الفي اي حتزيد الفي ام اي واذا زادت الفي بي اي حتزيد ايش؟ حتزيد الفي ام اي ولا لا؟ رح تزيد. طيب ممتاز. هسه خلينا احنا نعمل اناليسز لهاي التشارتس. هاي الفي ام اي والفي اي والفي بي اي اللي هي ريليتد مع البايندر كونتنت. ها الفي بي اي هي ريليتد مع البايندر كونتنت. طيب اسيومينج انه احنا بدنا نفهم ايش علاقه الفي ام اي او ايش اهميه الفي ام اي هاي. طيب خلينا نثبت واحد فيهم وندرس الثاني اللي احنا عرفنا اسيومينج هسه انه البايندر كونتنت اتس ذا سيم. تمام اسيومينج انه الفي بي اي هذا الجزء هو كونستانت انه انا هو فانكشن مع كميه البايندر واحنا اسيومت انه كونستانت هي هذا كونستانت فاحنا نتخيل انه مش موجود. طيب شو صفت معي؟ صفت الفي ام اي اذا فانكشن مع الاير فويس موجود عندنا هون. طيب هسه يعني اذا زادت الاير فويس حتزيد الفي ام اي صح؟ واذا قلت الاير فويس حتقل الفي ام اي. هسه خلينا احنا نربط الاشياء هاي. اذا زادت الفي ام اي اسيومنج الفي بي اي كونستانت الاير فويس ايش ماله؟ الاير فويس ايش ماله؟ بده يزيد. بده يزيد. واذا زاد الاير فويس قبل شوي شو حكينا عنه؟ شو حيصير معي؟ حكينا هون حيصير كراكينج. نرجع لهون، نرجع للمشكله هاي. اذا زاد الاير فويس حيصير عندي كراكينج. يعني احنا المعلومات اللي موجوده هون حنستفيد منها على اساس نفهم الفي ام اي. الفي ام اي يعني هسه في الفي اي احنا ضبطنا اللي هو الاير فويس لحاله. الفي ام اي احنا بدنا نستخدمها على اساس نضبط اللي هم الاير فويس مع البايندر كونتنت مع بعضهم، هاي التو بارامترز مع بعضهم وي ويل يوز ات تو كنترول مع بعضهم. يعني الاير فويس حنستخدم الانفورميشن هاي مع الفي ام اي على اساس نضبط كمان الافكتيف بايندر كونتنت. يعني اذا زادت الفي ام اي حتزيد الاير فويس ومنها برضه حتزيد اللي هو الكراكينج، حيزيد نسبه الكراكينج. طيب واذا قلت الفي ام اي حتقل الاير فويس، اجين اسامبشن انه البايندر كونتنت از ذا سيم، فحيصير عندي هنا الاير فويس قليل حيصير عندي هنا اللي هو الروتينج. فالفي ام اي انه انا بهمني زي ما انتم شايفين هون بهمني انه الفي ام اي ما بتزيد عن ما بتزيد كثير تو ماتش. هسه نعرف شو هم الليمت تو ماتش في ام اي او تو ماتش سبيس بتوين حبات الاجريجيت تخيلوها كالتالي.
too much space between حبات الاجريجيت حتعمل لي اير فويدز كثير، حصير عندي كراكنج، والفي ام اي قليله جدا حتكون عندي الاير فويدز قليله ومرضى حتعمل لي اللي هو الراتنج. طب كيف هيك؟ طيب ان ذس واي، طيب خلينا احنا ناخذ الاذر ابروتش، نحكي هون الفي ام اي، انا ما جهزت لكم اياه هون، هذا الاير فويدز وهذا البي بي اي، تمام؟ طيب assuming انه الاير فويدز هذا كونستانت، طيب نعمل احنا هسه خلينا نشطب هذا. هسه بدي نقول لكم اياها، خلينا هاي assume to be constant، assume الاير فويدز to be constant. خلينا نفهم شو راح يصير معانا هون. هسه اسف مسحت انا هون. طيب خلينا احنا هسه الاسامبشن تبعنا ايش هو الكونستانت؟ اللي هو الاير فويدز، تمام؟ الاير فويدز كونستانت، خلينا اسيوم ان الاير فويدز كونستانت اللي بتغير عندك الفي بي اي. طب شو ده، ايش اهميه الفي ام اي؟ خلينا ندرسه هون. يعني هسه كل ما بزيد الفي ام اي، هاي الفي ام اي خلينا ندرسه هون، هذا الفي بي اي، تمام؟ هاي الفي ام اي. هسه اذا زادت الفي ام اي، الفي بي اي شو حيصير لها؟ اسيومينج الفي اي كونستانت، شو حيصير لها هون؟ الفي بي اي اذا الفي اي كونستانت، اذا زادت الفي ام اي هاي، الفي بي اي شو مالها؟ حتزيد. هسه اذا زادت الفي بي اي، ايش يعني الفي بي اي؟ هو الفوليوم تبعات تبعات البايندر كونتنت، يعني ايش صار عندي فوليوم كبير من البايندر. هسه لما صار عندي فوليوم كثير من البايندر بالسمر، لما يصير له ايش ماله؟ حيصير له اكسبانشن. لما يصير عندي الفوليوم هذا كبير مقارنه مع الاير فويدز هذا الثابت اللي هو ستيل قليل، حيصير عندي انا الفوليوم البايندر كثيره، فحيصير عندي ما في انف سبيس، وحتعمل اكسبانشن، فحيصير البايندر تطلع للسطح ويصير عندي بليدنج، هي صارت عندي مشكله. طيب ناخذ العكس، الفي ام اي قليله، الفي بي اي حتكون حتقل، حتكون الفي بي اي قليله، حتكون ان واي ان انذر واي، طبعا اسيومينج الفي اي كونستانت، حتكون الاماونت تبع البايندر قليل بحيث يعمل جلوينج لحبات البارتيكلز، فحيكون الميكس ضعيف في الكراكنج، برضه حتعمل لي مشاكل. من هذا الاناليسيس وات وي نيد تو نو، انه احنا الفي ام اي بدنا اياها كبيره ولا صغيره؟ از يعني از لارج از بوسيبل ولا از سمول از بوسيبل؟ بالنسبه للفي ام اي شو تتوقعوا؟ الفي ام اي؟ يس، شو بدنا اياها؟ بدنا اياها يعني اكبر، يعني انه لا تكون كبيره كثير ولا تكون قليله كثير، صح؟ بالضبط بالضبط، this is what we need. هسا الجول لل VMA احنا بدنا اياها، بدنا نعمل enough space بحيث تكون provide اللي هو تعمل coating ممتاز، يعني بحيث انه فكروا فيه كالاير فويز، بحيث انه يكون not too much air voice or too high or too more a little اللي هو air voice، بحيث تكون انا عندي ال VMA space enough بحيث يكون البايندر كونتنت او البايندرز كان ادهيج حبات الاجريجيتس مع بعضهم without هو البليدنج لما يصير عندي الاكسباند البايندر كونتنت. ولذلك الفي ام اي احنا حنكون حتشوف الليميتس لها لارجر ومينيمم، رح يكون عندي تو ليميتس لارج ومينيمم. طيب في حدا عنده اي سؤال لحد هون على هاي؟ اي سؤال على هاي البوينتس؟ هسه بالنسبه للفي ام اي ثواني بس خليني اورجيكم الشغله هاي. ايوه هسه عاده خلينا نحكي الفي ام اي بدنا اياها اقل من ليميت معينه، وبدنا اياها كمان عفوا اقل من ليميت واكبر من ليميت معينه. هسه عاده الاصعب انه احنا نحدده، او الاصعب انه لما نعمل ميكس ديزاين الفي ام اي اتس ريلي ديفيكلت انه احنا نعملها خلال الرينج معين، ولذلك حددوا حطوا الليميتس على اللي هو المينيمم فاليو. فحكى لك الفي ام اي شود هاف
أو المت should have VMA larger than this اللي هي X value أو value معينة. ففي الـ specification إيش اللي عملوه؟ اعتمدوا هذا الرينج، فسيطروا على هذا الرينج أو بتوا الكنترول ليميتس أو السبيسيفيكيشن بحيث إن إحنا نضبط اللي هو الرينج الصعب. إحنا we got it خلال الميكس ديزاين، يعني صعب بسهولة ممكن إحنا نطلع برا هذا الرينج خلال الميكس ديزاين، فحطوا الليميتس على هذا الرينج. فراح تشوفوا أنت المية بي ام اي مثلاً larger than كذا larger than x، حنشوف هم طبعاً هي فانكشن مع صمتك حنعرفه بعد شوي. فحطينا البي ام اي هنا وهذا الليمت احنا كنترولت عن طريق الـ VMA directly. طيب طب يا دكتور والجزء الثاني شو صار فيه؟ حكيت لك هذا الجزء راح اقولك لا احنا بدنا نضبطه في طريقة ثانية. حنجيب اشي يسميه اللي هو الـ VFA، تتذكروا الـ VFA؟ حنحط ليمت على الـ VFA بحيث indirectly يضبط لي اللي هو الجزء الثاني بحيث انه يكون الـ VMA اقل من ليمتس معينة. فان this way احنا ان جنرال تحس ان احنا كنترول هم التو سايدز بحيث تكون الفي ام اي اقل او لارجر. هسه في السبيسيفيكيشن اللي حتشوفه بعد شوي مثلا، خلينا اورجيكم مثلا ليميتس مثلا هون اسف هاي الليميتس. فحتشوف انت هنا هذا هاي الارقام هي المينيمم في ام اي، شايفين هون في السبيسيفيكيشن مش هتشوف ماكسيمم في ام اي، مش هتشوفها هاي، هتكون السبيسيفيكيشن دائما مينيمم في ام اي. قديش المينيمم في ام اي؟ هتكون مثلا هون 21 19 12% وهكذا. ليش احنا استعملناها حطينا على المينيمم دايركتلي؟ لانها صعب احنا ايزلي احنا نطلع برا هذا الرينج خلال عمليه الميكس ديزاين، او صعب احنا نضبطها خلال الميكس ديزاين، ولذلك احنا ميك ات كليرلي انه المينيمم في ام اي شود بي وذين هذا الرينج. طب الماكسيمم في ام اي حنشوف احنا لما ندرس الفي اف اي اللي هي الفويس فيلد وذ اسفلت، هنستخدمها indirectly لنضبط اللي هو الأبر رينج أو الأبر ليميت للـ VMA. طيب حد عنده أي سؤال لحد هون؟ أي سؤال لحد هون؟ This is very important إن احنا نفهمه. حد عنده أي سؤال لحد هون؟ طيب ممتاز. هسا الـ Air Void والـ VMA خلينا نحكي والـ Binder Content is directly احنا we can measure it. الـ VMA زي ما انتم شايفين هي عبارة عن function من الاثنين اللي هو الـ Air Voids والـ Binder. فهي function مع الـ performance تبع الـ Binder أو الـ Binders اللي احنا بنحطها، سواء الـ Material نفسها أو الـ Volumetrics إلها ولا الـ Air Voids. ولذلك الـ VMA حيكون عندي أنا أكثر من factors بيأثروا على الـ Amount تبع اللي هو الـ VMA الموجودة في الـ Binders. ودائما خلي في بالنا الـ VMA هي عبارة عن الـ Voids in Mineral Aggregate اللي هم الفراغات ما بين حبات الـ Aggregate. خلينا نرجع على الـ Slides ونشوف هم إيش هم الـ Factors اللي بيأثروا على الـ VMA. بس سؤالي إلكم لما نحكي الـ VMA إحنا بنحكي عن اللي هم Voids in Mineral Aggregate، فالـ Voids هاي function مع إيش حتكون عادة أو مين اللي حتكون تتوقعوا؟ Voids in Mineral Aggregate اللي هم الفراغات نتيجة وجود حبات الـ Aggregate أو ما بين حبات الـ Aggregate، فهي function مع إيش حتكون؟ مين اللي تتوقعوا؟ يس محمد هاني الجريدنج للاجريجيت بتدخل ممتاز يس يس جريت يس يس ذس از اكشلي هو الميجر الميجر فاكتور. واحنا حنشوف بعد شوي احنا ربطنا ال في ام اي سبيسيفيكيشن مع هذا البروبرتي اللي انت حكيتها. هسه خلينا نشوف اللي هو المينر فاكتورز وبعدين نوصل للميجر فاكتور اللي حكى عنه محمد هاني. المينر فاكتورز مثلا اللي هي السامبل تمبرتشر لما عملنا لها كومباكشن، لانه اجين الفي ام اي هي فانكشن مع الاثنين، فكروا فيها الاير فويس والبايندر كونتنت، اي شيء بيغير هاي البارامترز حتاثر لي على الفي ام اي. فالمينر فاكتورز مثلا ممكن اللي هو السامبل تمبرتشر، لما التمبرتشر تكون هذا الكول او لو تمبرتشر حتكون الفيسكوسيتي انكريز، فحتصير عمليه الكومباكشن اقل، فحتزيد اللي هو الاير فويس وحتزيد الفي ام اي. فهذا الايدي من السامبل تمبرتشر. الاجريجيت شيب السترينث الكوبيكال والانجلر سبيس حتزيد الريزيستنس للكومباكشن، فحتزيد اللي هو الاير فويس وحتزيد اللي هو البيجمنت الفي ام اي.
الرفر سيرفيس حتزيد اللي هو ريزيستنس للكومباكشن، حتزيد اللي هو الاير فويد، حتزيد البي ام اي. الاجريجيت سترينث برضه حتزيد، اتس فيري امبورتنت. ليش؟ لانه اثناء عمليه الكومباكشن ممكن يتكسر حبات الاجريجيت، واذا تكسر حيتغير الجراديشن، واذا تغير الجراديشن حيتغير اللي هو الديستريبيوشن تبع الاير فويد. بس خليني اذكركم للبي ام اي على اساس ميك شور انكم تعرفوا متذكرين معي. البي ام اي اللي احنا لما حكينا هون هم هاي الفراغات ما بين حبات الاجريجيت اللي هي زي ما حكى محمد فانكشن مع الجراديشن. الفي ام اي تخيلوا عينه موجوده في حبات اجريجيت وهواء. الفي ام اي هو الهواء او الفراغات ما بين حبات الاجريجيت. فانا بس اساسا ان احنا ستيل ديسكاسينج ان هو كان المينر فاكتورز افكت الفي ام اي. المينر فاكتورز هاي الميجر تو فاكتورز موجودين عندنا. اول شيء اللي هو التايب اللابوراتوري كومباكتد كومباكتيف ايفورتس. الكومباكتيف ايفورتس اللي احنا نحكي لما نعمل دنسيفيكيشن للعينه سواء في اللاب او في الفيلد، احنا فعليا عم نعمل زي ما تعلمنا في السويل ابلايد انرجي لها بحيث احنا ريديوس هذا الاير فويد. يس ذس از ويل امباكت الفي ام اي بحيث مثلا اللي هو هنحكي نمبر اوف جيريشن، نمبر اوف فلوز حنعرفهم. نمبر اوف فلوز اللي هو عدد الضربات حتى نعملهم دنسيفيكيشن. اكيد كل ما احنا نزيد الكومباكتيف ايفورت حتصير عند الماتيريال دنسيفايد اكثر وحتقل الاير فويز ولا ديكريز الفي ام اي. هسه هذا الفاكتور اتس امبورتنت ولكن احنا وي كان كنترول. فحتلاحظوا احنا دائما في السبيسيفيكيشن هنحدد لك عدد نمبر اوف بلوز اللي انت بدك تستعملهم. زي ما تعلمنا مثلا بالسويل المارشال 3 لايرز مثلا with this number of blows او 15 numbers 56 blows. ف this factor احنا فعليا we can control. ف في اثناء عمليه الديزاين ايش would neglect هذا الامباكت تبع اللي هو الكومباكشن ايفورتس. هسه المين فاكتور هو الاجريجيت جراديشن اللي حكى عنه محمد. ليش؟ لانه الفي ام اي هي فوزن مينرال اجريجيت اللي هم الفراغات ما بين حبات الاجريجيت. فهم فانكشن بدهم يكونوا مع حبات الاجريجيت. يعني لما انا اتخيل يكون عندي حبات اجريجيت كبار حتكون الفراغات كبيره بيناتهم. يعني برجعكم على اول سلايد مش مشكله. التايبز الموجودين عندنا الحبات الاجريجيت بسم الله الرحمن الرحيم هيهم. تخيلوا انت عندك دنس جريد فالفراغات بين حبات الاجريجيت حتكون قليله. طيب لما تكون عندي جاب جريد حتكون عندي كورسز اجريجيت اكبر. طب شوفوا هو الاوبن جريد شايفين الفراغات اكبر. الفراغات هاي البيض هم هاي هم الفي ام اي without the binder. صح اسيوم ان البايندر اس موجود هو هذا الفي ام اي. فهم فانكشن فعليا مع حبات الاج. طالما ان احنا في حد عنده اعتراض على هاي الايديا اللي هي فانكشن مع الاجريت او عنده مشاكل فيها؟ حد عنده مشاكل لحد هون او عنده اي سؤال؟ مشاكل اي سؤال؟ طيب هسه طالما الـ VMA تتغير مع الـ Gradation يعني في من هاي الفاكتورز إحنا we can control it. يعني مثلاً الـ Convective Effort إحنا we control it خلال الـ Specification. خلاص this is you will do samples, this is the Convection Efforts مش حتتغير. فإحنا control هاي الفاكتورز. الـ Aggregate Strength خلينا نحكي الـ Properties هاي كلها برضو related للـ Aggregate. فـ this is will be خلال الاناليسز احنا وي كان خلينا كنترول هذا اللي هو البايندرز. طيب هذا الحد هسه كل هاي مينر فاكتورز. المين اللي هو الاجريجيت جراديشن. عشان هيك احنا وي ميت خلينا نحكي ميد السبيسيفيكيشن تبع الفي ام اي از ا فانكشن مع الاجريجيت جراديشن ومين اللي مع اللي هو النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز. طب ليش عملنا زي هيك؟ خلينا نروح على الوايت بورد نستكشف الاي دي بيهايند اللي هو ليش احنا ربطنا الفي ام اي مع الان ام اي او الماكسيمم اجريجيت سايز. طب قبل ما نيجي لهون تتذكر النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز شو هو هذا؟ شو يعني هو؟ تذكروني فيه ايش هو النومينال ماكس او شو الفائده منه؟ بديش الديفينيشن منه او شو بدلني على ايش؟ نومينال ماكسيمم اجريجيت سايز بدل على ايش؟ كنا نحكي هو اول اول شيء بيحمل اقل اكثر من 90% صح؟ ممتاز يس ذس از ممتاز. بس انا اللي بيهمني سؤالي انه ايش بيهمني لما احكي لك نومينال ماكسيمم سايز 12.5 اور 19 شو يعني؟ ايش يعني هذا؟ هو بيدل على ايش؟ على اي حبات اجريجيت؟ على الكورس اكبر حبات. ايوه ايوه بالضبط اللي هو اكبر سايز موجود فيه. فهو هم هذا ال NMS ولا الماكسيمم سايز
هم عبارة عن indicators للmaximum aggregate size أو اللي هو حبات الأجريجيت أكبر سايز موجود من حبات الأجريجيت الموجودين في الميكس الموجود في أو الجراديشن اللي أنا شغال عليه. طيب خلينا نشوف هاي الصورة ونشوف بيناتهم. هاي الصورة في عندي أنا surface area عندي two rectangular areas. هاي rectangular أو هاي rectangular areas I'm trying to fill it مع two different sizes من spheres. فعندي هنا أنا 1 inch spheres وهنا 12 inch sphere. هسا كل سفير فيهم هيحتاج اللي هو 3.14 انش. طبعا لو انت تحسب الاريا للسفير اللي هو 1 انش سفير حيكون هي 3.14 حسب الايكويشن هاي. بنطلع اللي هي السيرفيس اريا. تعرفين شو يعني السيرفيس اريا؟ اللي هي الاريا تبعت السفير كامل. فانا عندي هذا التو ريكتانجلرز هم ذا سيم اريا، تمام؟ ذا سيم اريا. هسا هاي هذا الريكتانجلر اللي هو اللي شايفينه في الداش بوينت انا بدي احاول احط فيه تو سفيرز من تو ديفرنت سايزز. الصوره هاي حتكون اللي هو ال1 انش والصوره هاي اللي هو 12 انش. طيب من الصوره هون لنفس الاريا انا بقدر فيلت لهاي الاريا، انا اقدر فيلت عن طريق اللي هم الايت، احتاج 8 سفيرز من ال1 انش سايز واحتاج 64 سفير من اللي هو 12 او نص انش سايز. طيب النكست ستيب حنطلع اللي هو التوتال سيرفيس اريا. ايش هي السيرفيس اريا؟ اللي هي الدائره، خلينا نحكي الاريا تبعت السطح السفير. حنطلعها عن طريق الايكويشن هذا ما بتهمني. فالسيرفيس اريا لكل سفير فيهم من هذول ال 8 انش 3.14، السيرفيس اريا للنص انش اللي هي 0.79. طيب هاي كل الكالكوليشن بس على اساس نتخيل شو اللي بيهمني. يعني للسايز هذا التوتال سيرفيس اريا 25.1 والتوتال سيرفيس اريا 50.3 اللي هو النص انش واللي هو للوين انش. طيب شو نستفيد من هاي الصوره؟ طيب انا لو حكيت لكم هسه انا بدنا نجيب ماتيريال، خلينا نحكي لكم بايندر كونتنت، وانا بدي اغطي الماتيريالز هاي بدنا نغطيهم. البايندر كونتنت احنا لما نعمله في الاجريجيت شو الهدف منه؟ يعمل كوتينج لحبات الاجريجيت، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هاي الهدف. This is what احنا هيك نستعمل عشان يعمل كوتنج لحبات الاجريت ويعمل جلوين. طيب انا لو حكيت لكم اياته اللي حتحتاج بايندر اكثر اللي لها سيرفيس اريا اقل ولا اعلى حتى نغطيهم؟ اقل. الاقل ايش قصدكم؟ الاقل سيرفيس اريا ولا الاقل سايز؟ سيرفيس اريا. الاعلى سيرفيس اريا حتحتاج اكثر اسفلت. يعني انا لما احكي لك هاي السفير انا بدي اغطيها، هاي كل ما بزيد الاريا حتحتاج باندر اكثر حتى اغطيها. صح. يس. معناته انت بتحكي عن اللي هو سمولر سيف اللي هو السفير سايز هاي اللي 12 اللي هو نص انش هتحتاج تعطيني لارجر اريا. الايديا هون طيب هذا الكونسبت خلينا هسه في هذا عنده مشاكل بتخيل هاي الاشياء هون؟ في حد عنده مشاكل فيها هاي؟ يعني دكتور ان اللي هي الاريا طلعت ل 25.1 هاي هي راح تحتاج انه كميه اقل صح من الباينر؟ بالضبط. يعني بالضبط. طيب هسه السؤال اللي هون خلينا نحول هاي الشغلات اللي فهمناها احنا للاسفلت اللي احنا شغالين فيه، هذا الميكس ديزاين اللي احنا شغالين فيه. هسه الميكس ديزاين احنا اسيوم الفوليوم دائما كونستانت، الفوليوم كونستانت، ولما نعمل اناليسيس كنا اسيومينج 1. فتخيلوا الريكتانجولر هذا اللي هو الاناليسيس تبعنا اللي هو الريكتانجولر هذا اللي كنا نعمل له اناليسيس دائما اللي هو هذا هذا الفوليوم. تخيلوا هذا الفوليوم، فهذا الفوليوم اسف هذا اللي هو الريكتانجولر احنا وي تراي احنا نعبيه في حبات الاجريجيت. هسه من هذا الحكي اللي فهمناه لما تزيد حبات الحجم حبات الاجريجيت انا هحتاج بايندر اكثر ولا اقل؟ أقل. ممتاز أقل. طيب يعني بتعبير آخر خلينا احنا نترجمه هسه هذا الحكي بشيء اللي احنا نعرفه في الرموز اللي احنا فهمناها. يعني كل ما بيزيد النومينال ماكسيم اجريجيت سايز اللي هو انديكيتور او دليل على حجم حبات الاجريجيت الكبار بتزيد السيرفيس اريا، صح؟ صح. لما ازيد السيرفيس اريا انا بحتاج بايندر كونتنت اكثر بحيث اني اغطي حبات الاجريجيت هاي، ولما انا بحتاج بايندر كونتنت اكثر بالنسبه للفي ام اي شو بدها؟ تزيد ولا تقل؟ هون
لما انا بزيد الباندر كنت في ام اي شو مالها بتقل صح بتقل لما انا بزيد الباندر كونتنت اسيومنج الاير فويس قليل شو ثابت شو بيصير عندي بالفي ام اي بتزيد مو بتزيد معناته الفي ام اي بتزيد ولذلك فالعلاقه هاي شو حكوا لك النورمال ماكسيمم اجريجيت سايز هاير ان ام اس حتعطيني هاير في ام اي هاي العلاقه بيناتهم في حد عنده مشاكل لحد هون في حد عنده مشاكل فيها علي خطاب عندك اي مشاكل فيها علي خطاب علي احمد علي خطاب ليت عندك اي مشاكل فيها ليت معاذ عندك اي مشاكل فيها هاي لا دكتور ما في مشاكل محمد سمير بس دكتور ممكن تعيد بس اخر شغله حكيتها عنها تمام هسه في عندك مشاكل هون في هاي الصوره هاي لا هون تمام دكتور عادي تمام هسه النمر ماكسيمم اجريجيت سايز اتفقنا انه بيعطيني دلاله عن حبات الاجريجيت الكبار هذول فتخيل انت عندك اجريجيت سايز تبعها 1 انش وسايز تبعها 12 انش يعني بدل ما احنا هنا حكينا الدايامتر الى 1 انش فاحنا بنحكي عن النمر ماكسيمم اجريجيت سايز 12.519 الاثنين هاي هم دلاله عن الفاريشن تبع السايز او الماكسيمم حبات الاجريجيت الكبار هسه لما يزيد النمر ماكسيمم اجريجيت سايز ودس مين انه انا بحتاج سيرفيس اريا اكثر عفوا لا دقي شوي كل ما بيزيد النمر ماكسيمم اجريجيت سايز السيرفيس اريا ايش ما لها حتصير كل ما بيقل عفوا احنا لا انا هون خربطنا صح بالعكس دكتور يس يس يا يا يس يا شكرا محمد بالعكس توقف يقل يس يا يس يا اسف يس اسف انا خربطت في الهول ليميت صح اسف كل ما بزيد تقل النمر ماكسيمم اجريجيت سايز حتكون السيرفيس اريا اكثر زي ما احنا هون بالفاين ومشكور محمد صححنا السيرفيس اريا حتقل تزيد عفوا لما تزيد السيرفيس اريا ذس مين انه انا بحتاج بايندر اكثر بحتاج في ام اي اكثر ولذلك العلاقه بين الفي ان ام ان ام اس والفي ام اي ايش مالها علاقه عكسيه كل ما بزيد الان ام اس حتزيد الفي ام اي ليش كل ما بزيد تقل الان ام اس انا بتزيد عندي السيرفيس اريا بدي بايندر كونتنت اكثر ولذلك البي ام اي بدي احتاج الفي ام اي اكثر بحيث ان احنا نغطي حبات الاجريجيت ذا سيم فهذا الحكي احنا خلينا نسخت احنا نسخت كتبت لكم اياه موجود في السلايد هون طبعا كل الشرح الموجود هنا موجود في السلايد بس انا حبيت ان احنا اندرستاند اللي هو الريليشن طيب لحد هون في حدا عنده مشاكل اي مشاكل لحد هون حد عنده اي مشاكل فطالما ان الاجريت جريديشن هو فانكشن مع الفي ام اي والفي ام اي هو الميجر فاكتورز فربطنا السبيسيفيكيشن تبع الفي ام اي مع الان ام اس كيف ربطناها عن طريق التشارت هاي الجميله وينها هاي تشارت خليني اورجيكم اياهم هون هاي تشارت يعني طالما احنا اجين احنا هسه بدنا نضبط ايش حكينا بدنا نضبط اللي هو المينيمم في ام اي صح حكينا اول شيء بدنا نضبط البي المينيمم في ام اي فالتشارت هاي بتعطينا تفهمنا كيف احنا حطينا السبيسيفيكيشن تبعات الفي ام اي دائما انا الفي ام اي بدي اللي هو مينيمم في ام اي اجين احنا حكينا لكم بدنا نضبط هسه اللي هو المينيمم في ام اي زي ما انتم شايفين بس ثواني خلينا نغير هاي الصوره هيك هون حنضبط اللي هو المينيمم في ام اي ليش هيك الصوره بس طبعا خليني اضبط الصوره احسن هنا احنا دائما بنضبط اللي هو المينيمم في ام اي ذس از هو الانترست تبعنا هسه الفي ام اي
زي ما حكينا طالما انه الجراديشن ميل اللي هو هو الميجر فاكتور بيغيرها، فاحنا نربطها مع الجراديشن. اي ايش بارامتر في الجراديشن؟ حكينا اللي هو الكورس اجريجيت، وبارتيكل اللي هو النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز. اللي فهمناه انه الفي ام اي كل ما بتقل الاناماس الفي ام اي بتزيد. هسه هاي الشارت خلينا نحكي تعطينا هو السبيسيفيكيشن. الاكس اكسس هذا اللي هو الاناماس سايز، زي ما انتم شايفين كل ما احنا بنروح على الرايت سايد شو بصير فيه هون؟ خلينا نحكي نطلع على المليمتر احسن لكم هون. كل ما احنا بنروح على الرايت سايد ايش ماله في النوم الماكس اجري سايز؟ ايش ماله هون؟ ايش ماله هون؟ بزيد بزيد تمام. هسه هذا اللاين خليني ارسم لكم اياه في البلو، هذا هذا اللي هو السبيسيفيكيشن لاين. فشو حكوا لك هون؟ حتلاحظوا انه هذا طبعا هون اللي هو اقل من هذا اللاين، نضل لكم اياها في الفيش احمر هون. هاي المنطقه اللي هون في الاحمر هاي هي اللي اقل من هذا اللاين، حتكون هو ديفيشنت خلينا نحكي بور او خلينا نحكي فيل من ناحيه اللي هو الاير فويز والاسفلت كونتنت. فهذا اللي هي البور اريا اللي ما بدي اياها هاي دائما. هون اللي هو الاكسبتد اريا، فحتلاحظوا انتم انه البي ام اي كل ما بيزيد كل ما بيزيد الاجريجيت سايز انه انا حزيد اللي هو الليمتس تبعت البي ام اي، فحطيناها مع فانكشن معها. فهون مثلا عند ال 1.18 حيكون هذا الرينج، عند ال 2.36 حيكون هذا الرينج، عند ال 4.75 حيكون هذا الرينج وهكذا. فهي فانكشن مع النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز بيز على ايش؟ بيز على هاي الريليشن. شوف هون وين الريليشن، انا ام اس كل ما بيزيد الان ام اس او كل ما بتقل الان ام اس الفي ام اي بتزيد، ولذلك انا بدي احط الليمتس عكسها، صح ولا لا؟ انا بدي اضبط المينيمم. فهون انا اذا بتلاحظوا هون دقيقه خلينا نربط لكم اياه هون الان ام اس ان ام اس كل ما بزيد الان ام اس الفي ام اي شو حكينا حيصير لها؟ حتقل صح؟ طيب هسه هون في السبيسيفيكيشن شوف شو صار معنا في السبيسيفيكيشن. كل ما بزيد الان ام اس البي ام اي رينج ايش ماله؟ عم بزيد ولا يقل؟ بزيد. بزيد ليه؟ اساس هيك احنا ليش حطينا لهنا بزيد؟ لانه باي ديفولت البي ام اي عم بتقل. يعني اذا احنا مثلا عند اذا ال 1.18 حتكون البي ام اي رينج تبعها اعلى من اللي هو ال 63، ولذلك احنا الليمتس لازم تقل مع الرينج تبعها، لانه مثلا مستحيل تحصل هذا الرينج عند هون، مستحيل تحصله لانه المينيمم هو فانكشن مع الاناماس، ولذلك اللي هو السبيسيفيكيشن هاي بتتغير مع اللي هو السبيس هاي الموجود عندنا هون بحيث انها تزيد الرينج له. فاينلي خليني في الهاي فالسبيسيفيكيشن حتكون كالتالي زي ما انتم شايفين هون المينيمم في ام اي حتكون فانكشن مع النومينال ماكسيم اجريجيت سايز. لما احنا نحدد طب ايش هي الليمتس اللي انا هعملها ديزاين، حتحكي نسالك ايش هو الان ام اس، ندخل على الان ام اس هون اللي هو السايز الموجود عندنا ومنه نختار ايش هي المينيمم في ام اي او السبيسيفيكيشن. اجين احنا ليش غيرنا السبيسيفيكيشن؟ لانه اتس ا فانكشن مع اللي هو النومينال ماكسيم اجريجيت سايز. زي ما انتم شايفين هون هذا المينيمم هاي ال 21.5 يعني من ال 1.18 ومثلا هون 63 اللي هو النومينال ماكسيم اجريجيت سايز. طبعا الاير فويز هذا خليه هذا انذر ثينج احنا وي كان زي ما احنا ادرست ليتر. كل ما بزيد الاير فويز حتلاحظوا انه كايند اوف اللي هو الليميتس بتزيد. اجين كل هذا التيبل احنا بنضبط اللي هو المينيمم في ام اي. المينيمم في ام اي ليش احنا بتهمنا المينيمم في ام اي؟ زي ما احنا عرفنا هون اذا قلت الفي ام اي كثير حيقل الاير فويز وممكن يصير عندي راتنج او ممكن يصير عندي ابليدي. طيب حنوقف لحد هون، في حدا عنده اي سؤال على هذا الموضوع لحد هون؟ يس محمد تفضل. دكتور انا ما فهمتش ليش التشارت اجت عكس الريليشن اللي احنا اشتقيناها، لان احنا كنا نحكي كل ما يزيد النومينال حنقلل، بس ليش التشارت كانت تزيد مع زيادتها؟ طيب بالضبط. هسه كل ما بيزيد الفي ام اي الفي ام اي ايش مالها؟ احكي لي. نعم بالضبط. كل ما تزيد النومينال ماكسيم سايز الفي ام اي راح تقل المفروض. بالضبط. طيب هسه لو انا حكيت لك عندك اللي هو السايز هذا مثلا ال 1.18 وال 63،
ايات اللي حيكون فيه في ام اي اكثر؟ ايات اللي حيكون فيه في ام اي اكثر؟ هذا الان ماس الاقل صغيره بيناتهم صح؟ يس، يعني ايات حيكون اكثر اللي فوق ال 1.1. طيب ممتاز، هذا حيكون لارجر وهذا خلينا نحكي هذا هاي، هذا هاي عفوا هذا الهاي وهذا اللو. طيب هسا اللي بيصير عندنا هون ال VMA شو هي حكيت لي؟ الفراغات اللي بين بالضبط. هسا طالما ان الفراغات باي ديفولت بتقل، يعني انا مثلا اذا انا وصلت هون مثلا 20% هون قديش حيكون عندي هون؟ مثلا 8 حيكون اقل من 20 صح؟ اه تبقينا. طيب خلينا 8. طب خلينا نرسمها انا وياك هون العلاقه بيناتهم. هاي العلاقه ان شاء الله تكون رسمه واضحه، هذا ال 1.18 وهذا ال 63 assuming بس هيك الارقام هاي. هذا الاناماس هذا حيكون هاي 20 هاي 20 وهاي 8 صح؟ هاي العلاقه بيناتهم تقل صح؟ صحيح. طيب هسه احنا كيف احنا بين هاي تشارت بدنا نحط الليميتس، بدنا نحط السبيسيفيكيشن بحيث انه انا اعرف انه الميكس دائما يكون فيه مينيمم في ام اي مناسبه. ها الميكس دائما يكون فيه مينيمم في ام اي مناسبه. طيب لو حكينا لك مثلا طبعا هاي خليها 20 وهاي 8، لو قلنا لك يا محمد خلاص بدنا نتفق انه الفي ام اي مينيمم في ام اي شود بي دائما اقل من 20، هاي اقل من 20، هاي هذا خط ثابت، هذا الليميتس 20. طيب اذا انت عملت ميكس عمره 36 حتوصل هذا الرينج؟ عمرك حتوصل هذا الرينج؟ لا. اها معناته لانه الليميتس تبعته باي ديفولت الفي ام اي اقل من هاي الليميتس، مش حتكون الليميتس افكتيف هون، انا ما ضبطت المينيمم صح؟ صحيح لل 36 انا ما ضبطت المينيمم، ما استفدتش شيء من هاي الليميتس. هاي الليميتس يس افكتيف هون يس، ضبطت المينيمم لل 1.18 بس لل 63 انا ما ضبطته ما استفدت شيء لانه باي ديفولت فيه مينيمم بي ام اي 8 بس لاني غيرت الجراديشن. ولذلك شو عملنا؟ قلنا لك لا خلاص السبيسيفيكيشن حصير تتغير مع اللي هو الفي ام مع الاناماس بحيث انه دائما احنا نكون متبعين له هذا الفاريشن، بحيث نحكي لك لا 63 تكون الليمت تبعته على 8 ما تكون على 20. الاثنين سواء 8 ولا 20 حتحاول تضبط اللي هو المينيمم في ام اي، بس ايش مالها طالما انها بتتغير مع الان ام اس غيرناها معه. ما حكينا زي الاير فويس مثلا 4% لا لانها بتتغير. وضحت ولا لا؟ تمام هسه يعني. طب خلينا نرجع لهي الصوره مثلا اجين، لو هسه انا وياك حكينا مثلا حكينا طيب خلينا نحكي هذا حكينا دائما الاير بويز مثلا هاي المينيمم هون ال 63 هذا المينيمم لازم ما اعرف ايش هو النطق. محمد سامعيني الشباب راح صوت معلش فانا لما هسه بحكي خلينا نفهمها عكسي محمد، لما بحكي انا ميكس عندي النومال ماكس اجريجيت سايز 63 وبحكي لك الليميتس 8، طب انت رحت عملت ميكس والنومال ماكسيمم سايز 1.18 مستحيل شو ما عملت هاي مستحيل توصل ال في ام اي لهذا الرينج، فالليمت تبعتك انت دائما حتكون ابوف هاي الليمت، بس فعليا انت ما ضبطت المينيمم لهذا الميكس، انت ضبطت هون بس الميكس تبعك هي هون الرينج اللي انت ممكن توصل له، هذا الرينج ما منه فايده، انت ما بتضبط شيء، فالميكس شو ما عملت اي ميكس حيكون دائما باس. ولذلك احنا ربطناها مع اللي هو النومال ماكسيم اجريجيت سايز. تمام تخيلتها ولا لا؟ هسه تخيلتها. ممتاز ممتاز، يعني هي اتس سمارت واي خلينا نحكي تو ريبريزنت اللي هو الفي ام اي. حد عنده اي سؤال لحد هون؟ حتلاحظ بعد شوي محمد
انه احنا طالما ضربتنا المينيمم والمينيمم على اساس هيك زي ما حكيت لكم المينيمم صعب نحصلها فعلى اساس هيك دائما التركيز عليها البي اف اي على اساس تضبط اللي هو الماكسيمم في ام اي خلاص هي حتكون رينج معين وخلاص مش حتكون في هذه كومبليكيتد زي ما هاي الفاليو. طيب حنوقف لحد هون في حد عنده اي سؤال يا دكتور ممكن بس شغل يس شو. عن الامتحان بس عن الامتحان ما سمعت اول ما حكيت انه راح يكون هو على الموديل ولا على التيم؟ لا على الموديل على الموديل الامتحان. طب كيف الاسئله حكيت انه نحل على ورقه ونحملها؟ يس اذا كان الاسئله فيها اللي هم السولد كويستشنز يعني مثلا حل فانت راح تحلها على ورقه وبعد ما تحليها بتصوريها على التليفون وتبعثي لي اياها. هذا الاوبشن 1 اللي هو ابلود اللي هو الابلود كويستشن ابلود كويستشن واذا هذا تبعث لي تبعثيه بعد الاكزام على الشات. يعني مثلا عادي انه اذا كملت حل يعني سلمت الامتحان وبعدين بعثت الاجوبه على الشات. يس هذا حيغلبني انا بس اتس اوكي okay. بس ممكن يعني نفس السؤال على نفس السؤال حيكون في زي بوتن انت بريست وتقدر انه ابلود هاي هذا دكتور الحفظ حيجي دوائر الامتحان مشكل كل شيء فيه. طيب بس خلينا نتاكد معاذ حكينا ساره ساره في عندك اي سؤال؟ سريم ياسمين دكتور عبد الهادي يسمع بس ثواني يعطيني عبد الهادي ما في ساره تمام دكتور ما في اسئله بس عندي سؤال عن الامتحان دكتور بس ثواني مين مين اللي حكى ما عنده اي سؤال انا دكتور عبد الهادي انا عبد الهادي طيب معاكم بس اتاكد ساره وياسمين موجودات معانا هون يس اكسبكتد ذات